أحال مجلس الشيوخ إلى اللجان المختصة طلب المناقشة العامة بشأن إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. جاء ذلك عقب مناقشة بيان وزير الزراعة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مضمون طلب المناقشة العامة المقدم من رئيس لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش خلالها عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. بدأت الجلسة بإحالة عدد من الاقتراحات برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، ومنها إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الهمم، بالإضافة إلى اقتراح بشأن إعداد دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية. كما تمت مناقشة طلب مقدم من عدد من الأعضاء بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة. فإننا حتى نحقق الغاية المنشودة والهدف المرجو من هذه المناقشة، وهي أن نكون أمام تشريعات موحدة بطبق من الضوابط والقواعد والأسس اللي بتؤسس لهذه الضمانات. لابد من أن كل جهة ابتداء تحدد الكياتها وتبرز بعض المظاهر الخارجية اللي هي تبين للناس، للمواطن، للمستثمر أنه أنا أمتلك الأراضي الكائنة في المكان الفلاني. وأكد عدد من النواب ضرورة تسهيل إجراءات التعامل مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاع المواطنين بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة. يجب التأسي بما يعني الهيئة تبذل الدولة من منحها بعض التسهيلات والتيسيرات لبعض المواقع التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، وكما ذكر من سبقوني في الحديث يعني التأسي بما تم في الشهر العقاري حسب ما أعلن وزير العدل من بعض التسهيلات والحصول المواطن على الخدمة في وقت وجيز. هذا وانتهت الجلسة بإحالة طلب المناقشة العامة للجنة الزراعة لعمل تقرير يعرض على المجلس.